في مبادرة جميلة قام بها بعض المحسنين من ولاية بجاية، وهي تنظيم رحلة سياحية جماعية إلى شاطئ البحر لنسوة ينحدرن من قرى ومداشر نائية. فكانت الفرحة كبيرة كونهن لأول مرة يحطن الرحال على شاطئ البحر. المزيد من التفاصيل مع رابح صايش. أغلبية هؤلاء النسوة من كبار السن ينحدرون من قرى ومداشر نائية بمنطقة حوض الصمام. هن لأول مرة في حياتهن يحطن رحالهن وأرجلهن بشاطئ البحر في مبادرة أطلقها بعض المحسنين عفويا وعلى الطريقة الجزائرية. أمزون دل خير أقلق نكسل خير قسقيا نوساد مراك ستسدلت أسنين استغزل عمرك أعطيك الصحة أكي بارك أربيل استغزل عمرك إن شاء الله نتكوي تغدي صورنا ذاكيا أعطيت الصحة أكي ويدي أخذ من ذاكي إن شاء الله كل سكوسة أتخدم ذاكي أكي سكوسة قارغة سيغدي قربين ممنا رغيوي ساعة تكوي استيقوي ساعة تكوي رقزني استيقوي ساعة نكوي شوالي يوي إذا عوقا نربي قبلي أثن يسد بيغدي قوي نسا هذا يعطيك الصحة ولا ذي نتشا مليح نسوا مليح نقيم مليح ودي تو على وسقق العمرنا اثاني سد نكسل خير اكون يصفر حباك نخسف رحم هذه صوص ربي غير الكرام الحاج هاولي في قلبي ديك سفوسه مرزق الاخر تيس اعطي الصحه هذه صوص ربي العمر نمر ما يكون بها. فرحة كبيرة تغمر قلوب ومشاعر هذه العجائز. بعضهن تجاوزن 80 سنة يعبرن بطريقة الأمومة المتميزة بالمحبة لأولئك الذين سهروا على تنفيذ هذه المبادرة الخيرية. ها فرحة الحمد لله تجلو نسعر ورغ ديوين البحر حشان تغدي قويل كلو نسعر يرقز هذي حرزار بالحاج أكوني حرزار بيكون وين هذه قمر بين راين وين هذه بعض ربي مشو من تمشو من أولاد هتكون الصحة مليح مليح يسوز باردك العمر إن شاء الله. تمكين هذه الفئة من النسوة لقضاء فترات من الراحة والاستجمام وكذا الاستمتاع بزرقة مياه البحر لعلها تنسيهم متاعب الحياة ومشقات المرأة الريفية. كبارنا نقيقش اللغن بسكيت ولاش والله وقلنا قلنا عبر الزنة البحر حشا ما زادتك تلفزيون دوك تسيادي ديقى ناس واني فعلا دي دول البحر أثنوية واحد تبنين تبارني دروحان أثر الزنة أثر تلات دعوة تتسل خير فرحنت أتشانت سوانت نفكيس لي كادو غاني ويزبر إن شاء الله هدي عند ذندي غاني ويضرين أن فرحة سيقطاس أطاس هذي قربت سمغرة ثمار بوحد إن شاء الله كون سقوسة غاخدمك هذه قربت قيم الفاركة قيم الشيعة قيم الهيبة هذه صار بفلون العنيس ارتسيت فلانة هذه بعض ربي ثين طحين فلانة كذا المؤمنين أكون يرى ربي بخير وعلى خير. التفاتة طيبة أحيت البسمة من جديد في وجوه هذه الأمهات أرامل ومطلقات، وهذا اليوم بالنسبة لهن يلخص مسار حياتهن في الجميل اللائي حظينا به هنا بشاطئ بوخليفة وهنا وسط جموع الزوار والمصطفين. ضرد دي جايوت تجميلتا كم تاقين وكذا تيمغارين ديوسان سيبوزقان يريس تجميل الساقين يفيد تيمغارين بلاك لا تيمغارين ديوسان انا سنتارة ذا شو البحار الساقين يفيد تدار ذاقين يريس تجميل ذاقين يفيد تدار البحار نسعديت الجورني دو بلاج عندها فرحتة ولا فرحتة تساطاس بدا بنا تيمغارين قلتو الدار تيزيا قمنا نجيد دارنا قسمة مقرر ستالت بلوسك بس كيف مريتيته وحواجنت الله غالب لو تياخذ ربان تونا فانا رياسة الخير كان كل حاجة طيب اشتوح بغرس تيسان قران بس كثبتو 80-70 سنة لعب رسل البحر الحمد لله هدي قربي قد اكثر بثي مثال لغ باش نخدم لك الغشاية كاقير. أكثر من 80 من العجائز أمهات الأفاضل يستفدن مجانا من يوم تنزه وكل الخدمات لهن في ثاني مبادرة تطلق في موسمي الصيفين الأخيرين.
الحاج يكون ماشي دنتا ودنت روحو ورا غير داكيني عطيت الصحة يصفر حاضة يصفر ربي نكس الخيق نكا نسوى الحمد لله أعطيكم صحة استغزي العمر نون مرة أكد مات اللمذة سنساعد يصورون غير ذا أفيد القمر بيت خير الناس إن شاء الله استغزي العمر أكون شكرا مرس يقدي ديو سنة ذاك هذا سوصار بيك العمر الحج لونيس يقدي قوينا ذاك يا حمام يا حمام الصباح يا حمام بتان دي الصمار بس نحو سارة ساكين الفراح حقا كانت لحظة معبرة رسمت في وجوه هؤلاء النسوة المسنات وهن يعدن هذه اللحظات من الذكريات الطيبة والجميلة والجميل فيها هو إحسان يرد لهن بهذه الطريقة الإنسانية